باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. انجيل القديس لوقا الاصحاح 16، القصه بتاعه الغني ولعازر من اول الى 27. الغني بيكلم ابونا ابراهيم فبيقول له، فقال اسالك اذا يا ابتي ان ترسله الى بيت ابي، لان لي خمسه اخوه حتى يشهد لهم لكي لا يأتوهم أيضا إلى موضع العذاب هذا. قال له إبراهيم، عندهم موسى والأنبياء ليسمعوا منهم. فقال، لا يا أبي إبراهيم، بل إن مضى إليهم واحد من الأموات يتوبون. فقال له، إن كانوا لا يسمعون من موسى والأنبياء ولا إن قام واحد من الأموات يصدقون، والمجد لله دائما أبديا أمين. تخيلوا كلمة أبونا إبراهيم، الرجل الغني بيقول له ابعت لعازر، يعني هيشوفه معجزة، واحد قام من الموت وجاي يكلمه. قال له لا، عندهم موسى والأنبياء كتب العهد القديم، لو ما صدقوش موسى والأنبياء ولا إن قام واحد من الأموات يصدقون. قد كده ربنا بيكشف وبيأكد قوة الكلمة أقوى من رؤية المعجزة. الموضوع اللي طلب ان انا اتكلم فيه، نوطي سنة معلش، قدسية العهد القديم. اول حرب حاربها ابليس كانت تخص الكلمة، كلمة الله، احقا قال الله. وعلى مدار العصور الحرب ديت هي بس خدت اشكال مختلفة، اما تشكيك من جهة تحريف الكتاب المقدس، يا إما من جهة كتابته، زمن كتابته. ومن ضمن هذه الحروب هي التشكيك من جهة معاملات الله في العهد القديم. البعض يقول إنه القسوة اللي بتبدو في معاملات الله في العهد القديم، الإبادة في الحروب، ممكن يظهر إن في نوع من العنصرية، اهتمام الله بشعب على حساب بقية الشعوب، ممكن بعض الألفاظ ما تليقش بكلمة الله، ممكن أساطير موجودة في تراث شعوب الكتاب المقدس أخذ منها. وبقت الحرب موجهة من جهة هذا الأمر تحديدا في العهد القديم، لدرجة أنه ادعى البعض أنه في إله للعهد القديم وفي إله للعهد الجديد، لا يمكن أن يكون في توافق، أنه هو ذا ذات الإله المعلن في العهد القديم يكون هو ذات الإله المعلن في الجديد، فهما إلهين، ودم هما إلهين يبقى بقى عندنا عهدين. فالعهد القديم ممكن ينحى جانبا لما فيه من إشكاليات كثيرة. في الحقيقة تعبير إله العهد القديم وإله العهد الجديد، وبالتالي النظر للعهد القديم عموما وكتب العهد القديم نظرة مختلفة عن العهد الجديد، في الحقيقة التعبير ده مرفوض تماما. فكرة إنه في إلهين، يا إما نقبل الله الواحد المعلن في العهد القديم كما هو معلن في العهد الجديد، يا إما نرفض الله ذاته، يعني نقبله كما أعلن عن نفسه في القديم وكما أعلن عن نفسه في الجديد، يا إما نرفضه تماما. لكن فكرة إن يكون فيه إلهين دي فكرة مرفوضة تماما.
ما مش عاجبني ربنا كما هو معلن في كلمة الله شكي يعني، بس هو هو ده ربنا، لكن انك فيتقبله يترفضه. لكن فكرة انك تقول إلهين وبالتالي عهدين منفصلين وممكن نرفض دوت لان في امور شائكة، دي فكرة مرفوضة. في الحقيقة دي كانت بدعة في الكنيسة، ماركيون اللي قال كلام زي دوت ورفض أصفار كتير زي ما احنا عارفين، معظم أصفار الكتاب المقدس وبس إنجيل لوقا وبعض الرسائل. وطبعا أباء كتير إرينيوس وترتليان ويوستين ردوا على البدعة دي. أحيت هذه البدعة أو هذه الأفكار الخاطئة خصوصا بقى في مدارس النقد العالي للكتاب المقدس قرن 19 في ألمانيا، وبدت تتال ألفاظ يعني عيب إنها تتال، إن الله إله سادي إله عنصري إله غضوب. وفي الحقيقة منبع الأفكار دي فلسفات قديمة ادعت إن في إله للخير وإله للشر، وكانت السبب إن هذه الفلسفات معرفتش تفسر بعض الأمور، فكان أسهل تفسير ليها إن هما إلهين، إله للعهد القديم، إله للخير وإله للشر. ومن الفكرة ديت بدأت تطلع الأفكار زي بتاعت ماركيون والاتهامات اللي بيتهم بيها الكتاب المقدس. في الحقيقة يعني أنا هتناول قدسية العهد القديم من جانبين، جانب إيجابي وجانب سلبي. الجانب الإيجابي من الكتاب المقدس نفسه، سنرى قدسية العهد القديم. والجانب السلبي ان هنشوف الهجوم اللي بيهاجم به العهد القديم. طبعا مش هنقدر ناخد الامور كلها، بس يعني هنفتح بعض الامور مع بعض. اولا من جهة الجانب الايجابي انا هتكلم في 5 نقط، وبعد كده حدي فكرة تشمل ال5 نقط دول. النقطة الاولى من جهة قدسية اصفار العهد القديم. نمرة 1، العهد القديم هو كلام الله، شهادة معلمنا القديس بولس وشهادة معلمنا القديس بطرس. معلمنا القديس بولس في تيموثاوس 2:3، كل الكتاب، كل ما استثناش، ما قالش جزء، ما قالش قديم، كل الكتاب. وطبعا بالتأكيد اللي كان يقصده بولس هنا في كتاباته كتب العهد القديم. كل الكتاب هو موحى به من الله، يبقى قدسيته انه ده مصدره ربنا. زي ما احنا عارفين موحى به ده انفاس الله، النفس. ايه النفس؟ يعني حاجة خارجة من الله. كل الكتاب خارج من الله، نافع للتعليم للتوبيخ للتقويم والتعذيب الذي في البر. ده معلمنا القديس بولس، معلمنا القديس بطرس بيقول. وعندنا الكلمة النبوية، كلمة الأصفار العهد القديم، مالها؟ تكلم أناس الله القديسون مسوقين. الأصفار بتاعت العهد القديم، الأصفار النبوية مسوقين. يعني ايه؟ عارف لما حد يسوق عربيه عايز اوصل حاجه، فحطيتها في عربيه وبوصلها، فربنا عايز يوصل حاجه، فكان يسوق الكتاب. عندنا الكلمه النبويه بيتكلم على اصفار العهد القديم، تكلم اناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. يبقى اذا الكتاب المقدس العهد القديم ده كلام الله. دي نمرة 1. نمرة 2، مصادقة السيد المسيح لأصفار العهد القديم. هقول لكم 4 آيات من الكتاب المقدس من كلام ربنا يسوع، ازاي السيد المسيح صادق. ربنا يسوع عارف انه في اشكاليات في العهد القديم زي ما هنشوف بعضها، ومع هذا صادق على العهد القديم. يوحنا 10:34، مكتوب في ناموسكم، بيكلم اليهود، ولا يمكن أن ينقض المكتوب. يبقى اللي مكتوب ده ربنا يسوع بيصادق عليه، لا يمكن أن ينقض. إنجيل القديس لوقا، ولكن زوال السماء والأرض أيسر من أن تسقط نقطة واحدة من الناموس. المسيح بيصادق على الأصفار. إنجيل القديس متى هاخد منه 2، ما جئت لأنقض بل لأكمل. أكمل يعني إيه؟ يعني أصل للغاية من الناموس.
وأوصلكم أنتوا يا مؤمنين لتنفيذ الناموس كامل. أدي إكمال الناموس، ما جئت لأنقض بل أكمل، لأنه غاية الناموس هي البر بالإيمان بيسوع المسيح. الناموس كان مؤدبنا للمسيح، فأنا جاي أحقق الغاية بتاعة الناموس. يبقى المسيح صادق على أصفار العهد القديم. في إنجيل القديس متى 5:18، إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف أو نقطة. معلمنا القديس لوقا نقطة، طبعا ربنا يسوع عليه كلمتين بس، يعني كل إنجيلي ذكر أمر معين. إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل. يبقى السيد المسيح صادق على هذه الأصفار. طيب ببساطة، طب وهي الأصفار اللي في إيدين السيد المسيح كانت في ذاك الحين هي اللي بين إيدينا؟ يكفي يعني حاجة واحدة، طبعا ده موضوع كبير، بس الوادي قمران 1947 بذات الأصفار هي وشبه كامل أصفار العهد القديم باستثناء حاجات صغيرة للناس. طب دي بترجع وادي قمران مكتوبة سنة 100 قبل المسيح، فيعني ما فيش مجال انه نقول اصل المسيح صادق على اصفار مش هي اللي بين ايدينا، لا هي ذات الاصفار. يبقى نمرة واحد العهد القديم هو كلام الله، نمرة اتنين قدسية العهد القديم، ربنا يسوع صادق على اصفار العهد القديم. نمرة تلاتة هاخد معاكم جولة كده بسرعة، تعاملات ربنا يسوع مع اصفار العهد هو صادق عليها، يعني اكد صحته، لكن بصوا السيد المسيح تعامل مع اصفار العهد القديم ازاي. ثلاث نقط. النقطه الاولانيه كان يستشهد بيها السيد المسيح في تعاليمه في عظاته، كان بيستشهد بالعهد القديم. لما في مره طلبوا منه ايه جيب فاسق، قال لهم لا يعطيكم الا ايه ايه، يبقى بيصادق على يونان اللي هو جه في وقت من الناس. ناس قال لك ازاي ويونان ويبعد ويبلع وما يبلعش، المسيح ايه صادق على الكلام ده واستشهد بيه. لما بيسالوه في موضوع الزواج قال لهم اما قراته عروفين باصفار العهد القديم، ان الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا وانثى، من اجل هذا يترك الرجل، دي بسفر التكوين، يترك الرجل اباه وامه والتصق بامراته، سفر التكوين. يبقى ربنا يسوع بيستشهد بالاصفار ديت. لما كانوا بيكلموا عن يوحنا المعمدان قال لهم فإن هذا هو الذي كتب عنه، طبعا كتب عنه في القديم، ها أنا أرسل أمام وجه ملاك، ها أنا أرسل أمام وجهك ملاك، هي طريق متى 11 سيد المسيح بيستشهد به. لما موضوع الصلب وبطرس قال أوبس اللي فات مش هيتحسب لأن ما شغلتش الساعة، بطرس مسك السيف وبتاع ان انا اطلب 12 جيش من الملائكة، فكيف تكمل الكتب؟ انه هكذا ينبغي ان يكون، متى 26. يبقى دي نمرة واحد، تعاملات ربنا يسوع مع اصفار العهد القديم استشهد بيها في تعليمه، طبعا في مواضع كتيرة بس دي امثلة. نمرة اتنين، فسر امور ذكرت في العهد القديم. يعني مثلا لما كان في الهيكل وبيسألوه بأي سلطان تفعل هذا، لما طهر الهيكل ده كان المكسب بتاع حنان وقيافة، انت ازاي تعمل كده؟ قالوا ما انا هسألكم كلمة. وبصوا برضو المسيح لذيذ، يعني هما بيقولوا له بأي سلطان تفعل هذا، قال لهم طب انا هسألكم، لو انتوا قلتوا لي انا هقول لكم معمودية يوحنا من اين كانت، هما ضربوها في دماغهم، لو قلنا ما قلناش ولا انا اقول لكم. يبدو ان هو ما ردش، ما فيش سؤال وجه للسيد المسيح ما ردش عليه، بس رد فين بقى؟ قال لهم المسيح ابن من هو؟ قالوا ابن داود. انت ما كيف يا داود رب قائلا قال الرب، ما فيه ما يعرفوش، هو انتوا بيقولوا له بقى عايز سلطان، انا الرب. بس بص رد المسيح، فسر امور ذكرت في العهد القديم، يبقى استشهد بيها فسرها. بصوا تعامل ربنا يسوع مع النص بتاع كتب العهد القديم. نمرة واحد، في حرب إبليس على الجبل استشهاد المسيح تثنية 6، فيذكر الآية بالنص مكتوب، فبيتعامل مع نص الكلمة.
لا ده مش بيتعامل بس مع نص الكلمة، ده بيتعامل مع الفيرب يعني الفعل بتاع الكلمة. فين؟ لما راحوا يعني ايه جايبين له كده قصة وحاسين يعني ان هم ايه لا بتاع ده حقيقي وحش كده، معلش ممكن نطفي ضوء الله يخليك، معلش فاكرين ان هم يعني ايه عملوا له حبكة كده يعني، ما واحد وتجوز واحدة ومات والتاني ومات وسابها وهي قاعدة ما بتموتش، يعني ايه قصة كده ايه خرافية شوية ماشي. طب في الاخر لمن منهم تكون زوجة؟ فرد ربنا يسوع قال لهم ايه؟ تضلون اذ لا تعرفون الكتب. طبعا يقصد الكتب هي كتب الايه؟ العهد القديم. لا بس بصوا بقى الرد، اما قرأتهم في امر العليقة ايه؟ انا اله ابراهيم، خدوا بالكم بقى من ايه؟ انا اله ابراهيم، انا حضرت كده مش كنت اله ابراهيم، ابراهيم ده 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 ده, ده مات من زمان، لا بيقول لهم ده ابراهيم ده قدامي دلوقتي، انا اله ابراهيم، ده 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 بيقول يعني بصوا بقى بيستشهد ايه؟ الفعل مش ماضي، انا كنت اله ابراهيم، لا ده انا اله النهارده، يبقى ابراهيم ده ايه قدامه اهو، يبقى ابراهيم حي. بصوا بصوا التعامل اللي ربنا لما ما هو ربنا قال له كده في قال له انت مين؟ قال له انا اله ابراهيم ولا اسحاق ولا يعقوب. بصوا يعني عارف اوصل لكم الفكره، الفعل بتاع الكلمه، بصوا قد ايه اهتمام المسيح بالنص بتاع المكتوب، مش انا كنت اله ابراهيم، لا ما ابراهيم لسه عايش. ده مش بس بيتعامل مع النص وبيتعامل مع الفعل بتاع الكلمه، ده بيتلو كل المجد يعني، بيذكر ما وراء الكلام. بص عمق فهم السيد المسيح طبعا للمكتوب، السيد المسيح كان بيقصد ان يعمل معجزات يوم سبت، ولو تجمعوا ردود المسيح على معجزات السبت كل مرة رد رد غير الرد التالي، مكررش رد يعني اظهار للحق في ان المعجزة تعمل يوم سبت، كل مرة رد رد مختلف. فمن هذه الردود قال لهم حاجة غريبة خالص، قال لهم ان الكهنة في الهيكل في السبت يدنسون السبت وهم أبرياء. انت لو فريت العهد القديم آية آية ما فيش ان الكهنة بيدنسوا السبت في الهيكل. طب ربنا يسوع جابها منين؟ ما وراء الكلام، ايه اللي وراء الكلام؟ وراء الكلام ان يوم السبت الكاهن يجي للذبيحة ويذبح ويصلخ ويرفع ويعمل نار، ايه اكتر شغل بيشتغله الكاهن يوم ايه؟ يوم السبت. وده بأمر مين؟ ده بأمر من الله، ده هو ده شغل. لو حرفيا زي انتم ما بتقولوا يبقى الكهنة بيدنسوا السبت، يبقى حدش يقدر يقول الكلمة ديت انه يعني الكهنة كده كسلها. يعني بصوا السيد المسيح يعني اتعامل مع نص الكلام، اتعامل مع الفعل، الفعل. طبعا احنا مش بنؤمن، طبعا هتكلم على الحته ديت يعني نعمة المسيح، احنا مش بنؤمن بالوحي اللفظي، لكن الروح القدس ما يعني هو ده صحيح يعني مش الروح القدس لما بيسوق الكاتب يعني مرات كتير يبقى قصد لفظ معين يكتب، ده ما قال مثلا معلمنا بولس الرسول وبنى عليها قضية التبرير في نسله ولم يكن في الأنسال كأنه عن كثيرين، يعني حتى وهو بيكتب انه ابراهيم في نسله تتبارك جميع قبائل، يبقى ربنا بالروح القدس ساق موسى ان يكتب اللفظ في المفرد. فربنا يسوع بيتعامل مع النص، بيتعامل مع الفعل بتاع الكلمه اللي هي هتدخل تحت يعني عنوان نص الكلمه، مرات الروح القدس كان يقصد النص نفسه،
وبيتعامل مع ما يفهم من كتابات العهد القديم. يبقى قدسيتها انه العهد القديم هو كلام الله، قدسيتها ان المسيح صادق عليها، قدسيتها ان المسيح تعامل مع نصوص العهد القديم استشهد بها. ايضا قدسية العهد القديم ان العهد القديم هو برهان صحة العهد الجديد. مقدرش نرفض العهد القديم. ربنا يسوع في يوحنا 5:39 فتشوا الكتب فهي تشهد. لما هتمسكوا الكتب بتاعت العهد القديم ديت هتلاقوني تتنبأ عني. لوقا 24 تلميذي عمواس يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والانبياء. طبعا النبوات عن السيد المسيح كالعهد القديم كله، لكن يعني الخط الرئيسي الوعد لابراهيم في تكوين 17 لما اداله الختام في نسلك هتتبارك جميع قبائل الارض. كرر العهد لاسحاق في تكوين 26 بعد ميلاد يعقوب وعيسو في نسلك. يعقوب 28 عند السلم نسلك. طيب يعقوب عنده 12 عيل، فيجي يعقوب هو بيدي البركه لاولاده يركزها في مين؟ يهوذا. لا يزول قضيب من يهوذا تكوين 49، ولا مشترع قضيب، ده اللي بيمسك علامه الملك، مشترع اللي هيحط شريعه من رجليه من نسله. يبقى ابراهيم اسحاق يعقوب 12 عيل، لا ركزنا على يهوذا. طب يهوذا دوت عشائر كتيره، يركز على يخرج قضيب من جذع يس اشعياء 7، يبقى هيجي من بيت داود. يدي التفاصيل بقى بتاعته اشعياء 7 يولد من عذراء، دانيال 79 اسبوعا قضيت على شعبك من القدس حتاد قدوس القديسين. حدد الميعاد اللي ربنا هيتعمد فيه في الاردن يمسح قدوس القديسين، مكان ميلاده. انا جايب لكم يعني الخطوط العريضه بتاعت النبوات، لكن دي كل تفاصيل حياته. ميخا 5:2 انت يا بيت لحم، معجزاته وتحديدا اشعياء 35 يفتح عيون العمي، لان دي كانت تخص المسيح. محدش فتح عينين اعمى في العهد القديم كله. أليشا ناس مفتحه عماها وبعد كده فتح لها عينيها، لكن حد فتح عينين مولود اعمى دي كانت تخص المسيح فقط. اشعياء 35 طبعا بقى تفاصيل الصليب بكل جزئياته طبعا فهي تشهد لي. هلكوا احصائيات كارقام للي يحب، يعني حاول نجري فيها يعني، بس للي يحب ياخدها كارقام. العهد القديم 260 اصحاح، 260 اصحاح دول فيهم 343 اقتباس مباشر يعني بالنص. 300 تخيلوا، يعني 260 اصحاح فيهم 343 اقتباس من العهد القديم، 97 اقتباس من المزامير، 66 اقتباس من الاشعياء على سبيل المثال، 2309 اقتباس غير مباشر، انه يشير لقصة كما هو مكتوب بدون ما ياخد النص. 2309 اقتباس غير مباشر في اسفار العهد الجديد من العهد القديم. يكفي ان احنا نعرف ان في 12 اصحاح فقط في كل العهد الجديد ما ذكرتش اي اقتباس من القديم. تخيلوا بقى 260 اصحاح منهم 12. وطبعا عارفين ان في رسائل كانت يعني رسائل شخصيه شويه، كريه المختاره بتاع الاثنين بتوع يوحنا بتاعت فيليمون، فيعني رسائل شخصيه قوي، فممكن طبيعي ان ما يكونش فيها اشارات من العهد القديم. 12 اصحاح. المسيح نفسه اقتبس 112 اقتباس من العهد القديم تحت عنوان مكتوب او كما هو مكتوب. شوفوا يعني قد ايه العهد القديم بيشهد لصحة العهد الجديد. للهواة الارقام متى 51 اقتباس، مرقس 36 اقتباس، لوقا 25 اقتباس، يوحنا 20 اقتباس من اثار العهد القديم. الرسائل هاخد رساله من رسائل بولس، الرسائل
الكنائس وواحدة من الرسائل الرعوية، رسالة الكنائس روما 1:1، إنجيل الله الذي سبق فوعد به بأنبيائه في الكتب المقدسة. بيستشهد الإنجيل اللي بيكرس به بولس مذكور في كلام الأنبياء. رسالة روما لوحديها فيها 36 اقتباس من العهد القديم. رسالة رعوية لتيموساوس بيقول له وإنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة، طبعا أسفار العهد القديم، القادرة أن تحكمك بالخلاص. معلمنا القديس بطرس الرسالتين، الرسالة الأولى 7 اقتباسات من العهد القديم. شوفوا يعني قد إيه العهد الجديد بيشهد لصحة وقدسية وسلامة أسفار العهد القديم. رسالة معلمنا القديس بطرس الأولى 7 اقتباسات، يكفي بطرس الأولى 1:16، كما هو مكتوب كونوا قديسين لأني أنا قدوس من اللاويين. الرسالة الثانية 6 اقتباسات من العهد القديم، ما بين مباشر طبعا وغير مباشر، لتذكر الأقوال التي قالها سابقا رسل، التي قالها سابقا الأنبياء القديسون ووصيتنا نحن الرسل. اتحطوا الاثنين على نفس الايه؟ نفس التساوي. ذكر في القديم هو بيتساوى في القداسة وفي المكانة وكلمة الله، ما فيش حاجة اسمها انه العهد القديم نرفضه، او انه حتى لو في اشكاليات، حتى لو في حاجات احنا ممكن نقول لغاية النهاردة لم ندرك اذر ربنا منها، معلش احنا نبحث وندور، لكن لا ينعت اطلاقا بانه اله العهد القديم غير اله العهد الجديد او الاصفار غير اله اطلاقا. وطبعا الايه اللي احنا قلناها وعندنا الكلمه النبويه وهي اثبت، بصوا معلمنا كده بصوا الكلام، وهي اثبت ان تاملتم اليه. رسالة يوحنا الأولى، يوحنا الأولى 3، لما أشار لحادثة كما كان قايين من الشرير وذبح أخاه، ولماذا ذبحه؟ نعم كان ضرا. يهوذا رسالته 6 اقتباسات من العهد القديم، خلاص إسرائيل وملائكة وسدوم. سفر الرؤيا 12 اقتباس من العهد القديم، تقريبا ما بقول لكم تقريبا ما فيش سفر إن استثنينا بس يعني إيه رسائل فردية كده إلا وتجد فيها اقتباسات من العهد القديم. ستنظر كل عين والذين طعنوه، وتكلم عن ترنيمة موسى وعن سقوط بابل وعن أورشليم الجديدة وعن شجرة الحياة، كل ده ذكر في العهد القديم. يبقى خلاصة الكلام إنه العهد القديم برهان لصحة العهد الجديد. يبقى إثبات قدسية العهد القديم، قلنا نمرة 1 العهد القديم هو كلام الله، نمرة 2 مصادقة المسيح للعهد القديم، نمرة 3 تعامل السيد المسيح مع العهد القديم من جهة النص، من جهة الفيرب، من جهة ما وراء المعنى وما وراء المدلول. العهد القديم هو برهان صحة العهد الجديد، ان النبوات الكثيرة اللي ذكرت. ايضا قدسية العهد القديم موقف الكنيسة، موقف الكنيسة الاولى من العهد القديم. اقدم نشيد او من اقدم، يعني مش عايز اقول اقدم عشان يبقى التعبير، من اقدم الاناشيد، بلاش بقى الاناشيد، اقدم قانون ايمان في الكنيسه، كورنثوس الاولى 15 بيقول ايه معلمنا بولس؟ فاني سلمت اليكم، ده تسليم ايماني، فاني سلمت اليكم في الاول ما قبلته انا ايضا، ايه؟ ان المسيح مات من اجل خطايانا حسب الكتب، وإنه دفن وإنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب. رغم أنه كان في 500 أخ أكثرهم باق إلى الآن ومنهم من قد رد، طب ما دول برهان القيامة، قال لك لا الكتب. فده أقدم قانون إيمان في الكنيسة، أنه كما هو مذكور في الكتب المقدسة. فالكنيسة صدقت، ده إيمان الكنيسة. أيضا موقف الكنيسة اهتمام الآباء بتفسيرات أسفار العهد القديم كلها بلا استثناء، ما في سفر الآباء ما فسرهوش. إقرار المجامع
المسكونية للكنيسة والمجامع المكانية لأصفار العهد القديم دليل قدسيتها. لترجيات الكنيسة، في كل صلاة لترجية مزمور. يونان، نقرأ سفر يونان. في الصوم أدينا طول الصوم كنيسة أسبوع الألام، لكن بيتقرأ العهد القديم كله، أصفار كلها، بس طبعا الظروف وبدوا يعني عملية اختزال، لكن مكانة الأصفار دي زي الكنيسة يعني اعتبرتها أصفار مقدسة. يبقى خلاصة الكلام أنه لا يمكن فصل العهد القديم عن الجديد. العهد القديم يمثل مسيح النبوات، الأناجيل تمثل مسيح التاريخ، الأعمال والرسائل تمثل المسيح في الحياة اليومية، سفر الرؤيا يمثل المسيح في المجد. لا يمكن فصل العهد القديم عن العهد الجديد. أجمع كل اللي أنا قلته بقى في كلمة كده في 5 دقايق، وبعد ندخل في الجانب السلبي. إيه أهمية العهد القديم؟ العهد القديم قدم مشكلة، قدم عقدة حلها في العهد الجديد. لو أنا لغيت العهد القديم بكل الكلام بقى اللي احنا قلناه ده دلوقتي، وجيت رحت مقدم لك العهد الجديد فقط، انت هتستخف بالحل. يعني هجيب لك العهد الجديد اقول لك ايه؟ اقول لك المسيح تجسد وصلب وما لاجل خلاصنا. تقول لي ايه، مش مستاهل ليه؟ يعني ليه بيعمل كده؟ ما انا اديتك الحل بدون ما اذكر لك ايه المشكله، فانت مش حاسس بقيمه الحل. لا، تعالى اعرف المشكله. اعرف المشكله فين؟ روح للعهد القديم. المشكله باختصار ايه؟ ثم بالتفصيل بعد كده، بس هي باختصارها ان ربنا خلق انسان كيما يحيى معه. هذا الانسان انفصل عن الله لدرجه انه اخ قتل اخوه. ادي المشكل. الحل ايه؟ ان عايزين نرجع الانسان ده مره تاني يسكن مع الله. طيب تعالى بقى شوف القصه في تفاصيلها، وبرضه مش تفاصيل قوي يعني، باختصار يعني. القصه ديت ليها مقدمه. المقدمه ديت واخده سفر التكوين من اصحاح 1 لغايه 11. المقدمه دي بتتكلم عن الخلق والسقوط والطوفان والبلبله، وبتكشف لك مدى الاحتياج للمخلص. ايه قصه الخلق؟ قصه الخلق ان الله روح وخلق عالم مادي. ربنا عايز وكيل عنه، نائب عنه، ممثل له في هذا العالم المادي. فلابد ان الممثل دوت يكون في جانب روحي عشان هيتواصل مع الله، ويكون في جانب مادي لان هو اللي هيدير الكون دوت اللي عمله ربنا، ويظهر فيه فكر الله وينفذ فيه مشيئة ربنا. فخلق آدم مخلوق يختلف عن الملائكة، كائنات روحية. لا، ده في العنصر الروحي وفي العنصر الترابي. بس تعالى اعرف 4 حاجات عن آدم في خلقته الأولى عشان تحس بالمصيبة، الكارثة، زي ما قال ذهبي الفهم بتاع تكوين 3. نمرة 1، ربنا خلق أبونا آدم له إرادة حرة، وما فيش شيء يسيطر أو يتحكم في إرادة آدم. حر، حرية كاملة، وقراره من ذاته، وما فيش حاجة خارجية إطلاقا تملي ولا داخلية على آدم فعل. طبعا لما تبص بقى للمصيبة اللي احنا في روما 7، ايه مالك بولس؟ قال اريد ان افعل الحسن. انا من جوايا عايز اعمل الحاجة الحلوة، لكن اجد الشر حاضرا عندي. طب ما ترفضه. الشر الذي لست اريده، اياه
ايه ده بقت ارادتي مستعبده. لا، ادم ما كانش كده. ادم كان له اراده حره كامله. نمره اتنين، ادم كان صاحب سلطان. نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطوا على الطير وعلى السمك وعلى كل دابه تدوب على الارض. ربنا ادى سلطان للانسان يخدع كل الخليقة. طبعا لما هنشوف دلوقتي السقوط فين يخدع الخليقة، ده حتة فيروس بيموته. لو ما كانش كده، ومين قال لك ان الانسان مخلوق كده؟ هذه العقدة اللي احنا بنتكلم فيه. ارادة حرة، مخلوق له سلطان يتسلط يحكم. الخليقة كانت ترى في آدم صورة الله فكانت تخضع لآدم. أيضا خلقه عنده قدرة على الابتكار، يبتكر، يخترع ويكتشف. لذلك في برج بابل، مش فاكر نص الكلمة بس يعني ما معناها إنه لا يستعصى عليهم. هم قالوا هنبني برج رأسه تمس السماء. ربنا قال ايه؟ هيقدروا يعملوه؟ هيقدروا يعملوه ليه؟ ما انا مديله الانسان، انا مديله قدره على انه يخترع وانه يبتكر وانه يكتشف. فكان عنده قدره على الابتكار. اخيرا في خلقه ادم الاولى، ادي المخلوق اللي ربنا عمله عشان يبقى الوكيل بتاعه. نفهم يعني ايه وكيله دلوقتي. بس اكمل الصوره الرابعه. آدم كان يعرف الخير والشر. طبعا طبعا، هو ربنا لما يقول لآدم وضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها، كلمة يحفظها عن إيه؟ يعني آدم إن فاهم إن فيه خطر وإنت شغلتك إنك تحفظها من الخطر ده، فعارف إن فيه شر لكن لم يكن محارب بيه. هنفهم دلوقتي شجرة معرفة الخير والشر، مش انه ما كانش يعرف وعارف، لا، آدم عارف بس ما فيش جواه واعز دافع، حاجة بتحركه. يعني أنا النهاردة بشوف حاجة عجباني عايز أخدها، لا بس حرام، فأنا بصارع. طب أنا هاخدها، طب ما هو عنده كتير، طب أنا ما عنديش، بصارع. لا لا، آدم ما كانش عنده الصراع دوت، ودي الطبيعة اللي خدها ربنا يسوع في التجسد. عشان كده الكنيسة بترفض كلام الأشرار الأدفانتست وشو دي، إنه طبيعة المسيح ميل للخطية. إيه الوحاشة دي؟ جبتها منين دي؟ آدم ما كانش عنده ميل للخطية، كان يعرف إن في خطية لكنه مش محارب بيها. ما فيش حاجة جواه عايزاها. ده إيه المجد اللي إحنا كنا فيه يا حبايبي؟ صدقوني بصدق يا حبايب، بصدق أمام الله، سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم. يعني الواحد لو بيحس ينتحب. هو بيقول ده احنا نزلنا نزلة كارثة. أنا مرة قلت يعني مع احترامي طبعا زميل فهم، بس مباركة خدتها بقول آدم يعني لا، أنا كنت أتمنى أبونا آدم ما كانش يعمل العملة ديت. تقول لي البركات، لا لا، ترتيب الله كان يعني مش عايز اخوض في امور ممكن تكون مسار لجدل، ولكن خلينا يعني في المعلم. احنا يعني احنا اتكسرنا كسر حبايب. ادي ما بقولك لما تعرف المشكل تعرف بقى قيمه الجديد ايه. انت يعني البعض مستخف بالامر. طيب بقى الإنسان اللي مخلوق دوت بالصورة الرباعية اللي أنا ذكرتها ديت، ربنا راح خلق له جنة عدن. جنة عدن ما كانتش حتة جنينة كده 10 متر في 10 متر، كانت واخدة من الفرات للنيل. وأبدع ربنا فيها في الخلقة، ونوع شجر وألوان، وراح مسلم الأرض لآدم. قال له بص آدم، دي الحاجة اللي أنا أحبها، دي الخلقة بتاعتي، ده الكون كما أريده. أنا اديتك
سلطان، اديتك قدرة على الابتكار، عايزك تعمل لي الارض كلها بقى بالمنظر ده، اخترع فيها. خلينا ايه، لا نذكر ما هو مثير للتساؤلات، لكن خلينا كده يعني. السمع ايه حبايب؟ قدوس 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 قدوس. لا حبايبي، كن انت على خمس مدن، كن انت على عشر مدن. مقصد الله من خلقه الانسان يتسلط، يبقى هو الاداه اللي الله يدير بيها الكون. فسيدير السماء الجديده والارض الجديده بالانسان، بس بعد ما رجعه بالصوره اللي هو خلقه عليها في الارض، يبتكر ويخترع، بس بيشاع صوره الله. طبيعه ربنا نور ومحبه، يشاع خير، يشاع صلاح، يشاع حق، يشاع عطاء. أدي الإنسان كما أراده الله. طب إيه اللي حصل؟ إيه السقوط؟ شجرة منهي عنها، دعيت شجرة معرفة الخير وشر. سؤال، في ثمرة أنا لما أكلها هعرف يا عم ما الثمرة دي بتاكلها والمخرج، وخلصت الحدود. أمال إيه القضية؟ القضية أنا يا آدم بقول لك ده صح وده غلط، كل دي وما تاكلش من دي. فحرب الشيطان إيه؟ أنت ليه تسمع كلام ربنا؟ أنت ليه تسأل ربنا؟ أنت ليه تعرف الخير والصح والغلط منه هو؟ اعرفه من انت، قرر لنفسك ما هو الخير وما هو الشر. ادي السقطة. انا ليه ابقى تابع لله؟ انا ليه اسمع كلامه؟ انا ليه هو اللي يقول لي؟ طب انا اقول لنفسي. ودي مشكلة الانسان النهاردة، لا انا اقول لنفسي. ده احنا بندي نفوسنا حل دلوقتي. يعني ارتقت الحكاية. ليه 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 يحكم فيا ربنا؟ انا احكم في نفسي. ادي شجرة معرفة الخير والشر. مش انه ما كانش يعرف، وعرف انه كانت معرفته مستمدة من الله، مرجعيته ربنا. ايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش؟ لا انا تبقى مرجعيتي نفسي. طب كانت النتيجة، حس انه عريان، حاول يستر نفسه، معرفش. هو حط ورقتين، سمعت صوتك فخشيت لاني عريان. طب ما انت ساتر نفسك. قال له متعرف. قال له انا اللي هكسيك. جاب خروف ذبح الله بذاته، الله بذاته، وخد الجلد وصنع أقمصة من جلد وألبسهما. قال له هو ده اللي هيسترك يا ادم، ذبيح يذبح فدية عنك عشان يسترك. طب طلعنا من الجنة، احنا كل ده مقدمة القصة. اخ قتل اخوه، تكوين 4. تكوين 6 امتلأت الارض ظلمة، فجاء ربنا عمل ايه؟ نزل طوفان. ايه الطوفان؟ قال ربنا هنبتدي من اول وجديد. لذلك راح لنوح، باركه، اثمره، ارجع لتكوين 1. نفس القضية بنبتديها من اول وجديد، هنبتدي بداية جديدة. خلاص بداية ادم دي هنلغيها، وهيبقى عندنا نوح. اداله نفس البركة اللي اداها لادم. يعني عايزين نبتدي القصة منين؟ هنمسح اللي فات عشان نعرف ايه المشكل. طب كانت النتيجة، اتكرر نفس تكوين 3 مرة اخرى، شجرة وأكل وعري، نفس القصة. آدم إيه مشكلة آدم؟ شجرة وأكل وشعر النعريان. طب إيه مشكلة نوح؟ شجرة وشرب وتعار. يعني ربنا بيقول إيه؟
مفيش فايدة. هدينا هنبتدي نقوله جديد. أي هي بتتكرر تاني. وده اللي قاله البابا أثناسيوس تجسد الكلمة. هيسامحوا ما يسامحوا. يا حدوتة إن ربنا يسامح. مشكلة نسامح. مشكلة فيك يا ابني. أنت فسدت. ودينا أهو. بدينا من أول وجديد. كررنا نفس الإيه؟ نفس القضية. بدأت تتكون حضارة. بس بعد ما فقد الإنسان إنسانيته. نمرود في شنعار أول حضارة في الأرض وبداية عبادة الأصنام. فكانت النتيجة إن ربنا نزل وبلبل هناك ألسنتهم. إيه بلبلة الألسنة؟ إنه مفيش قدرة على التواصل ما بين البشر وبعضهم. طب إيه العلاج يا ربي؟ ما يجيش بقى حد يقولك إيه طب هنشيل ونبتدي. ما دينا شفنا هي شلنا وبدينا. هي هي تكرر. هي هي خلاص. الفساد جوه. الفساد جوه في الطبيعة. فجاء ربنا بقى هيبتدي مشروع الخلاص. منين بقى المشروع الخلاص؟ من تكوين 12 لغاية ملاخي. من تكوين 12 لغاية تكوين 50. ايه الفكرة بتاعت ربنا؟ ربنا عايز يعمل شعب. الشعب دوت ربنا هيعزله عن بقية الشعوب. هيقدسه، يعده، يخصصه، يفرزه بشريعة عشان يأتي منه المخلص. لما يجي منه المخلص يصير الخلاص للبشرية كلها. فهنبتدي المشروع. هنبتدي بإيه؟ بشعب. مين أباء هذا الشعب؟ إبراهيم اللي هو أعطي الوعد بالنسل. مين؟ إسحاق. ده اللي مات وقام. يعني النسل ده هيؤسس على الموت والقيامة. يعقوب. النسل ده محتاج معاملات كثيرة من الله عشان يتحول من يعقوب لإسرائيل. يوسف. النسل ده في الآخر هيروح لفين؟ للمجد. ادي المشروع بتاع ربنا وادي البداية بتاعته ممثلة في أباء هذا الشعب. طيب القصة بقى هي قصة. العهد القديم ده قصة. بدت من التكوين للخروج. من متأسف من الخروج. ادينا كوننا الشعب ومتأسف. يعني كوننا الشعب من تكوين 12 لغاية 50. ادي أباؤه. هنبتدي قصة الشعب ده بقى من سفر الخروج لغاية سفر ملاخي. طب بدت قصته في سفر الخروج بيسبح ربنا. من مثلك معتز في القداسة. جميل خالص. طب انتهت القصة ازاي؟ ربنا بيقول لهم احببتكم في ملاخ بما احببتم. انت عملت لنا ايه؟ ان كنت اب كنت سيد. اللذيذ بقى انه في الرحلة ديت لما نقراها بقى قلنا ده المشروع اللي بيعمله ربنا علشان يجي منه المخلص. هقول لك نقطتين في الحدوتة الطويلة ديت. النقطة الأولانية إنه في خلال الرحلة الطويلة ديت ربنا استخدم العدل. بمعنى العقاب في الحال. اللي يغلط يموت. اللي يغلط يتعاقب. هنكتشف في القصة بقى لما نقراها ما نفعتش الطريقة ديت. طب نعمل حاجة تاني. نسامح وندي خير. هتكتشف وانت بتقرا القصه ان دي برضه ما نفعتش. الحل ايه؟ الرحمه والحق تلاقيا. وده اللي ربنا يعني. هي دي الحدوته بتاعت العهد القديم. الحاجه الثانيه اللي هنطلع بيها لما نلف في الحدوته ديت وهو بيذكر القصه ديت اللي هي بدت من الخروج لغايه ملاخي تخللتها إشارات للمخلص. نبوات اديتكم يعني صورة مختصرة منها. أشخاص في القصة الكبيرة دي يبقوا رمز للمخلص. ومن أروع الأشخاص مين؟ الابن المحبوب يوسف. ابن المحبوب لأبيه بعته تأكد سلامة إخواته. إخواته حسدوه. يا الجمال يا الجمال بتاع ربنا. بديع ربنا حلو يعني.
ربنا ده حلو يعني حلو 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 يعني. وكل ما الإنسان يقرب لله حبايبه يعني يعني ربنا ينور الذهن والواحد يعني يعني هو ربنا يقرأ ويدور ويلاقي ناس تعلمه ويبتدي يعني يشوف إيه 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 ربنا ده جميل يعني حلو 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 صدقوني. بص بص قصة يوسف قصة قصة كده في وسط التاريخ الطويل دوت بترسم ملامح المخلص والخلاص بشكل فائق. اخواته يحسدوه يبيعوا يهوذا ويبيعوا بالفضة ويدخل السجن ويبقى معاه اتنين في السجن وواحد يخلص وواحد يهلك ويطلع للمجد. ايه الجمال دوت. وكتير بقى ولذة العهد القديم يا حبايبي يا اخواتي يا اخواتي على جمال انك تشوف المسيح بقى. أنا ما فيش سفر في العهد القديم إلا تلاقينا قاعدين طول الوقت بنتكلم عن المسيح. أنا قاعد أتكلم في أشعياء وفي أرمية وفي حسقيال. مسيح كل يعني كل الشخصيات تشيله طبعا يعني يدينا ويديكم يا حبايب يعني عمر فوق العمر. صدقوني أخواتي عمر فوق العمر. فنبوات أشخاص أحداث يا حبايب أحداث يعني أحداث قصة. شعب الله في مصر مذلول فرعون مرروا حياتهم في عبودية مرة يجي مخلص في وقت محدد من الله يعني ملء الزمان وأرى الدم فأعبر خروف فصح صحون المسيح ذبح لأجلنا عد البحر الأحمر. إيه الجمال ده. هذه قصة قصة حصلت فعلا. لا 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 دي 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 دي, دي قصة بتحكي ملامح الخلاص. نبوات أشخاص أحداث رموز رموز التجسد والصليب خيمة وحي نحاس. فمن هنا بقى ندرك قيمة العهد القديم انه شفت بقى ايه المشكلة اللي احنا فيه. ففهمت بقى انه العلاج انا لا انا محتاج قوانين ولا انا محتاج عقاب ولا انا محتاج عطايا ومسامحة. كل ده ما نفعش. نعدي بقى نشوف تدبيرات ناموس وانبياء ومملكة الله يحكم وملك يحكم كل اللي يخطر على بال البني آدم. أديني قلت لك المشكل. قل لي أي طريقة عايز نعالج بيها. ارجع للقصة هتلاقي ربنا عملها. وفي الآخر ليس بار ولا أر. ليه؟ لأن الموضوع مش محتاج. الموضوع أكبر من أنا محتاج مسامحة. الموضوع أنا محتاج مخلص. محتاج أتخلق من أول جديد. وده اللي احنا ممكن بقى يعني نتعرض ليه واحنا بنتكلم على الجانب الايه الجانب السلبي. يبقى الجانب الايجابي ان احنا من داخل العهد القديم شفنا قدسيته. احنا كده 40 دقيقة. 40 دقيقة كان في حبة في الاول ما كناش شغلنا الساعة فمعرفش كان قد ايه مش محسوبين. فاحنا 40 دقيقة ناخد 10 دقايق وندي بريك وبعد كده ناخد ناخد حتة في الجانب السلبي. يعني الجانب السلبي بقى في الحقيقة حبايبي يعني معلش اسمحوا لي يعني يعني عايز اقرأ كم آية بس لو تسمحوا علشان يعني تبقى لينا رؤية صحيحة للعهد القديم. بص سفر الخروج الإصحاح 23 بيقول إيه؟ لا تقبل خبرا كاذبا. بص الوصايا. لا تحابي مع المسكين في دعواه. ده راجل غلبان معلش ما. لا آدم غلطان حتى لو مسكين. درجة قال لو جعان وسرق عشان يأكل خبز طب إيه ذنب الغني اللي اتاخد خبز لا يتحاسب. إذا صادفت ثور عدوك أو حماره
شاردا طور والحمار بتاع عدوي ترده إليه، رجحوله. إذا رأيت حمار مبغضك واقعا تحت حمله وعدلت عن حله فلابد أن تحل معه. لو أنت ماشي وعدوك والحمار تحت الشيلة التقيلة وقع، تعمل إيه؟ تساعده في إنه يقومه. لا تأخذ رشوة، لأن الرشوة تعمي المبصرين وتعوي كلام الأبرار. بص العهد القديم، لا تضايق الغريب، مش إحنا مع بعضينا ناكل الغريب. لا تضايق الغريب، فإنكم عارفون نفس الغريب لأنكم كنتم غرباء في أرض مصر. طب بص لو ينسى، طبعا انا مش هقرا كله يعني، بس انا عايز بس يعني لوين 19 الايه 13، لا تبت اجره اجير عندك الى الغد. الاجير اللي يجي يشتغل عندك في البيت ما تبيتش اجرته، تدي له الاجره في نفس اليوم. لا تشتم الاصم، مش سامع. وقدام الأعمى لتجعل معثرة. وفي آية تانية في سفر اللاويين يقول قدام الأشيب تقوم. بص وصايا العهد القديم، لا ترتكب جورا في القضاء، ولا تأخذ بوجه مسكين، ولا تحترم وجه كبير في القضاء. يعني ده راجل، لا لو كبير حتى لو غلطان، بالعدل تحكم لقريبك. هيا بقى من العهد الجديد بقى، دي انا قلبت، واخدين بالكم انا قلبت دلوقتي. ها، لا تبغض اخاك في قلبك. ده في العهد القديم دي ولا في الجديد؟ العهد القديم. لا تبغض اخاك في قلبك، برضو يعني آية وقفت عندها في سفر التثنية 20، إذا حصرت مدينة أياما كثيرة محاربا إياها لكي تأخذها، لا تتلف شجرها بوضع فاس عليه، إنك منه تأكل فلا تقطع. إحنا محتاجين إن يعني نرجع ناخد الوصايا اللي ربنا أعطاها في العهد القديم. يعني قبل ما ندخل بقى في الـ في الـ في الاتهامات الكاذبة اللي بيتهم بها العهد القديم، تعاملات تبدو فيها قسوة على الأمم، تبدو فيها عنصرية تجاه شعب معين. ممكن الرؤية العهد القديم نشوف ده، زي ما قلت لكم تشابه في الكتابات ما بين أساطير وما بين ما ذكر في الكتاب المقدس. ألفاظ البعض يرى أنها يعني إزاي ربنا يقول الكلام ده. أولا أحب في البداية لا ننكر أن هناك إشكالية في العهد القديم، واللي يقول غير كده يبقى يعني لا، في فعلا في إشكالية. يعني احنا لما نبتدي تكوين 2، ربنا بيحرمني من شجرة الحياة، ايه ربنا دوت؟ لما اروح لتكوين 6 طوفان كرر الارض العالم، الطوفان ده كارثة عالمية مش كارثة اقليمية، الارض كلها، ايه ده؟ لما اروح لتكوين 11 ربنا مش محتمل تقدم الانسان، بيبنوا برج فضايق ربنا فرح نزل بلبل ألسنته. تكوين 22 ربنا يطلب من أب يقتل ابنه، ايه ده؟ تكوين 30 يعقوب بالمكر وهو بيرعى غنم خاله لبان، ربنا يساعده على المكر دوت، لما يحط العدان لما تيجي الغنمة تشرب من المسح وربنا ينجحه في المقاصد دي، حاجات يعني ما ايه دوت. سفر الخروج يعني فعلا شعب مذلول مطحون، ربنا يخلصه ماشي ماشي ماشي، لكن يقتل
أبكار المصريين هي القسوة دي. سفر اللاويين نداب وأبيه مجرد أن قدموا نار، نار غريبة يعني، ربنا قال ناخد من النار اللي نزلت ونقدم أي ضرح وخبطوا حجرتين في بعض يروح مموتهم. تثنية 13 مدن ندخل نبيدها ونحرقها. الأنبياء بقى وغضب ربنا ما بننكرش ان فيه اشكاليات، كله مردود عليه، كله مردود طبعا 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 بالتاكيد بالتاكيد احنا طبعا 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 طبعا. لكن يعني احنا بنعرض ان واحد لما بيجي يقرا هو البتاع ده لسه انا مش عندي. طيب ما شجعوني قولوا انتوا كمان سعانين، انا قلت فاسوني مش ماكلاني النهارده. طيب طيب بس بس خلاص 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 هندفع دلوقتي من الكلمة. في البداية ما نقدرش نتجاهل يا أحبة يعني دروس سامية في من العهد القديم، ويمكن يعني ثبتت جوانا مبادئ وشكلت إنساننا الداخلي. مثلا طهارة يوسف من أروع الصور اللي تكشف حياة الطهارة، دي موجودة في العهد القديم. التعفف لما أليشع يشفي نعمان والراجل يجي يعرض عليه فلوس وده يرفض، في 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 عفة يعني تجاه المال، من أروع القصص اللي ممكن نقراها في الكتاب المقدس كله. الطاعة، طاعة كاملة لله أبونا إبراهيم. ال- 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 البنت مع حماتها مش هنلاقي أروع من رعوس، دي موجودة في العهد القديم. التضحية من أجل مبدأ موسى مش هنلاقي أروع من أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون من أجل قضية معينة هو مؤمن بيها. ال- 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 الوفاء والثبات على المبدأ مش هلاقي أروع من الثلاث فتية اللي قبلوا أن يترموا في النار عن أن هم يسجدوا لإله غير إله. جوع الخطية ومياه الملحة مش هلاقي أفضل من ابن داود أمنون لما زنى مع أخته سمار، يقول البغضة التي أبغضها إياه كانت أشد من المحبة. في 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 قصة تكشف قد كده الخطية خادعة مش مشبعة. طب دي في العهد القديم. مبادئ الله يسوس بها الكون، مبدأ الزرع والحصاد مش هلاقي أروع من حياة يعقوب. تخطى البكورية، اتضحك عليه عند خاله في البكورية. أي عايز رحيل لقام جوزه ليا، قال له لا الموضع بتاعنا البكر دي ليها حقها، لكن انت عندكم طبعا الكلام بطريقة غير مباشرة، انت هناك استهنت بالبكورية. احنا هنا ما بنستهنش بالبكورية يا حبيبي للمجد طبعا. السلام لابوني قوي يعني، انا مش العادة القديمة حبيبي. انت لو فهمنا اللي انا قصدي بقى، العادة القديم بيكشف طبيعتي بدون المسيح يسوع، بيقريني أنا من غير المسيح. طب إنسان الجديد في المسيح يسوع هو ده العهد الجديد. فلما بنتكلم يعني بني أوي، إحنا بنقول ربنا يعني حطنا في حضنه، إحنا بنقول أكثر من كده. فمبدأ الزرع والحصاد في حياة بني أوي، في حياة داود، مفاهيم فلسفية في النظر للحياة والنظر للألم. طبعا سفر الجامعة وسفر أيوب حاجة حبايب يعني، يعني مش عارف أقول إيه يعني. الناس يعني اللي عايزة دماغ طبعا كلمة الله مش للدماغ يعني، بس مشبعة 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 للكيان وللفكر، ويجد الإنسان فيها كل احتياجه. اللي بيحب أي حاجة هيلاقي في كلمة الله.
بيان سلطان الله وضبطه للكون. يا قصة أستير في تلك الليلة، فاكر أنا واعظ أستير ستة، أستير ستة لألول، في تلك الليلة طار نوم الملك. شوف بقى الليلة دي، دي كانت ليلة ليلة اللي ربنا، ايه ده ايه ده حبايب، ايه تدبير الله ده وسلطانه وضبطه للكون. مش حلاقي اروع من سفر أستير، من موسى اللي اتحط في الصفت في وقت نزول بنت فرعون. يعني سلطان الله، فيجب يعني ان احنا لا نتجاهل هذا بداية، يعني واحنا بننظر للعهد القديم. نمرة اتنين، اللي بيقول لك العهد القديم في غضب ربنا والعهد الجديد الرحمة، ودي بنسمعها كتير يعني حتى شعبنا ببساطة، معاملات الله في العهد القديم كده تخوف شوية. لا، انت مش واخد بالك انه في غضب في العهد الجديد مقابل ان في رحمة في، لانه هو الله الواحد. ايه رأيكم ان كلمة جهنم لم تذكر اطلاقا فين؟ العهد القديم 11 مرة على لسان مين كمان؟ ربنا يسوع. كلمة جهنم، نار لا تطفأ ودود لا يموت، ما سمعناش في العهد القديم. إيه إنجيل القديس لوقا اللي هو يعني بيعتبر إنجيل النعمة يعني في تصنيف يعني كدراسة يعني، أما أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فهدوهم واذبحوهم أمامي. دي فين دي؟ دي في العهد الجديد، اذبحوهم. اللي بيقول لك يعني العهد الجديد ما فيش فيه غضب، مين قال لك انه فيه؟ هو ربنا واحد. لما سفر الرؤيا 14 يقول يصعد دخان عذابهم الى ابد الابدين، ده في الجديد. لما بولس في روما يقول هوذا غضب معلن من السماء على جميع فجور الناس واثمهم، ده في الجديد. لما يقول لنا أم تستهين بإمهال الله ولطفه وطول أناته غير عالم أن لطف الله مكتوب توبة، إنما تزخر لنفسك إيه؟ غضب في يوم الغضب، ده في العهد الجديد. لما سفر الرؤيا يتكلم عن يوم سماه يوم، قال يوم الغضب أوكي، لا يوم غضب الخروف. حد شاف خروف بيغضب؟ حد شاف خروف بيغضب؟ بتكلم بجد، الخرفان دي ما بتغضبش غلط. ما اللي هيبقى في اليوم دوت ما شفتش يعني، ما جاش زيه قبل كده. ادينا شفنا طوفان وشفنا سدوم، لا 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 لا، ده يوم غضب. دي اعلنت فين ديت؟ دي اعلنت في الجديد. يبقى الجديد حوى اعلانات عن غضب الله، هو الله واحد والإعلان واحد. طب القديم؟ لا، خد مواقف رحمة في القديم، يعني أبونا إبراهيم لما وقف يشفع في صدوق، شرعت أن أكلم المولى وأنا تراب ورمات، عايز إيه إبراهيم؟ قال له المدينة فيها 50 بار، قال له فيها 50 بار إبراهيم أنا مهلكها، راح يعدهم لهاش 50، قال له 45، ما فيش، كان بينزل بالخمسة بدأ ينزل بالعشر، طب 30، طب 20، طب 10، ما قدر يعني. هو لو كان نزل تاني كان ربنا نمشي معاه، بس هو أبونا إبراهيم مش متصور مدينة ما فيش فيها 10 يعني. بس بصوا بقى المحاجامة بين إبراهيم وبين الله ورحمة ربنا 10. طب في الآخر إبراهيم أنت بتتكلم الحدوتة دي كلها على مين؟ على لوط وأسرته، هنطلعهم لك. إيه رأيكم في الرحمة دي؟ ايه رايكم في اخاب؟ انا يعني انا دي كنت بتغاظ يعني، طبعا مش بتغاظ يعني، انا بفرح لانه دي بتطمني انا، بس يعني بصوا اخاب بكل وحشته ربنا بعت اشعياء قال له روح اقول له خلاص ايامه خلصت. عمل ايه اخاب؟ انتحب وبكى. طب يبكي ده وقت التماسيح، لسه اشعياء ما روحش. قال له اشعياء، قال له هل رايت كيف يا حبيبي؟ صدقوني لو انا بحس انا ابكي وانا بقول الكلام ده، صدقوني يا حبيبي بصدق يعني، لو انا حاسس يعني عايش الحدوته، ايه دوت؟
يعني أنا يعني أنا متذكر كنا آخر سفر حسكيال يعني، بس أنا ما لحقتش أدور على الآيات يعني. أنا فاكر وإحنا بنشرح فيها يعني لا يمكن الحنان الإلهي ده، وتحس ربنا بيعيط يعني فعلا. طب أنا هجيب لك آية يعني عشان بس ما نبقاش بص لما بيتكلم على إفرايم، احنا بنتكلم في العهد القديم يا حبايبي، غضبت وضربته، أشعياء 57. طب وانا بضربه عملت ايه؟ استطرت. ايه ده حبايب دوت؟ يعني عارفين مش قادر ابص له وانا بضربه؟ ايه الحنان دوت؟ كانسان تعزيه امه هكذا انا اعزيكم يقول الرب، وفي اورشليم تعزوه. ايه الرئه ديت؟ ايه الحنان دوت؟ كما يتراءف في الاب على البنين يتراءف الله على خائفين. ايه الحنيه اللي في قلب ربنا ديت؟ ايه الحنيه اللي في قلب ربنا لما يبعت يونان لمدينه نينا؟ طب ما تقلقكم ما اشرار. وايه الحنان اللي في قلب الله ان قاعد يدلع في يونان؟ ايه انت زعلان؟ لا 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 يونان حبيبي، هل اغتصت بالصواب يا ابني؟ انت زعلان؟ عندك حق. قال له اغتصت حتى الموت. ايه يعني احنا ممكن ايه نحتد احنا؟ ما بقول لكم ما احنا محتاجين نقف عند الموقف ديت اللي بيقول لك العهد القديم ما فيش فيه رحمه. لا اقف، ايه خد الكلام وافهم الكلام وعيش القصه. أشعياء 16 يقول لك لذلك أبكي ترن أحشائي كعود من أجل مؤاب، بينتحب على مؤاب. بص ميخا، يعني طبعا هي الآيات كتير يعني، بس ما من هو من أروع يعني. ده إحنا لما نيجي نتكلم عن التوبة وعن مراحم الله بالإمامة، في مش هلاقي حتة أحلى من ميخا 7:18 إن أنا أبتدي بيها الوعظ. من هو إله مثلك غافر الإثم صافح عن الذنب لبقية ميراثه، يعود ويرحمنا، يدوس أثامنا وتطرح في أعماق البحر. كان في تعبير عن رحمة ربنا وغفران الله، طب دي موجودة في العهد القديم. لما يقول لي في كل دكهم تضايق، لسه حد جايب لي كده كتاب يعني لسه مرتوش يعني، بس ما معناه يعني انه اللاهوت المنزع عن الالم. طب يعني مش فاكر حتى عنوانه يعني، طلع مدرسه اسكندريه على ما اذكر يعني. بي 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 زي الله بيتوجع، هل مسره اصر بموت الشرير مثل ما يركع ويحيى؟ ايه ده حنان الله. يبقى اللي بيقول لك العهد القديم غضب والعهد الجديد رحمة، لا صلح له الحكاية. العهد القديم غضب ورحمة والعهد الجديد غضب ورحمة، لأنه هو الله الايه؟ الله الواحد. طيب هل الله عنصري برؤيتنا للعهد القديم؟ عنصري في جزئيتين. الجزئية الأولانية انه يتجاهل الأمم لحساب إسرائيل. هل الله تجاهل الأمم؟ لم يتعامل الله مع الأمم ومش همه غير إسرائيل؟ احنا فهمنا إسرائيل ده المشروع الإلهي اللي منه هيبقى خلاص الجنس البشري، بس حتى وده المشروع الإلهي، هل الله تجاهل الأمم عشان يبقى عنصري؟ نمرة اتنين، هل تعامل مع اليهود في ذات الموقف معاملة تختلف عن معاملته للأمم؟ لو هو عمل كده يبقى إله عنصري. طب تعالوا ناخد النقطتين دول ونقف حبة صغيرة. الله لم يتجاهل الأمم لدرجة واحد، أول ظهور لملاك الرب. طبعا عارفين ملاك الرب ده إيه؟ ظهور ربنا يسوع. يعني في ظهورات في العهد القديم، ملاك مرسل من الله، وفي ربنا يسوع دعية ملاك الرب. طبعا من الحوار نعرف أول ظهور لملاك الرب، أول ظهور لربنا يسوع لإنسان في العهد القديم، طبعا قبل التجسد بالتأكيد، كلمين؟ لا مش ليشوع،
إبراهيم. لا مش إبراهيم. هاجر. هاجر. أول ظهور لربنا يسوع لهاجر الجارية المصرية. أول ابن ربنا سماه. إسماعيل. طب ده أمة. مثال الصبر. أيوب ده كان من بلاد العرب. مش 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 يهود مش إسرائيل يعني. كان تقريبا أيام أبونا يعقوب. طب ده راجل أممي. أول كاهن كان من سكان كنعان. ملكي صادق. اللي بارك هو ده راجل هو أمم أهو. في نسب السيد المسيح طبعا سمار كنعانية. رحاب من أريحة. رعوث مؤابية. وما تذكرتش أمنا رفقة. ها؟ بيتذكروا النساء الأمميات. شفاء أبرص. المعجزة الوحيدة في العهد القديم اللي فيها شفاء أبرص. كان مين؟ نعمان سورياني. مش من شعب الله. إقامة الميت إيليا ابن أرملة صرف مش من شعب الله. نعم. وطبعا إرسال لليونان لنينو. طيب هنا الله تجاهل الأمم. نمرة واحد ربنا حط داخل الإنسان قانون طبيعي ناموس طبيعي اللي هو الضمير. ليه؟ عشان يضبط السلوك. يبقى هو ما تجاهلش الأمم. لا هو حطه جوه ناموس. وهنشوف دلوقتي في كلامنا بس مش عايز أسبق الأحداث إزاي الإنسان عاش بالناموس الطبيعي دوت. قال معلمنا بولس الرسول فهؤلاء إذ ليس لهم الناموس اللي هو بتاع موسى هم ناموس الأنفس. فين؟ ناموس مكتوب جواه. وكان ده يكفي لو الإنسان خضع له إن كان يضبط سلوك الإنسان. فهو لم يتجاهل الأمم. أيضا لم يتجاهل الأمم إن سمح ربنا بإنه شعبه يتجول سواء كان في سينا 40 سنة أو سواء كان السبي لما راحوا أشور ولما راحوا بابل علشان تبقى دي نوع من الكرازة باسم يهوه وسط الأمم. والدليل رحاب. الأعمال اللي كان بيعملها ربنا مع سيدي كانت بتسمع في كل الشعوب. سمعنا فذابت قلوبنا. طب ما تقبلوا الإيمان. اللي قبلت الإيمان دخلها في شعبه. لكن في ناس تانية سمعت وما ما أمنتش. فهو لم يتجاهل الأمم. لم يتجاهل الأمم إنه في رسالة الأنبياء لما تقروا مثلا أرمية. أنا مرة عاملين مجلس وزراء كده من مؤاب ومن عمونه عشان يتأمروا يعني ضد بابل. راح دخل لهم أرمية ومسك لهم نير وراح مدي رسالة لواحد واحد من الملوك بتوع مؤاب وبتوع عمون وفلسطينيين. لا فلسطيني لا. إيه؟ وأدوم وبتوع سور. طب رسالة 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 الملك ملك. يا هو بيقول توصل لهم كلام أعظم ملوك الأرض ربنا حط بجوارهم أنبياء. فرعون كان جنبه مين؟ موسى. وسمعوا كلمة الله. لكن فرعون قاسي. طب بلاش فرعون نبوخذ نصر. نبوخذ نصر حط جنبه دانيال النبي. على فكرة نبوخذ نصر قبل الإيمان. يعني نقطة كده نختلف فيها زي بعض بس لا أنا دي متأكد منها. التسبيحة حبايبي اللي قالها نبوخذ نصر لما رجع إليها عقله لا يمكن لا يمكن لا يمكن لا يمكن إلا أنها تصدر من قلب تقي عارف ربنا. طبعا وده استنتاج بس استنتاج صح عشان بس لما تشوفوه في السماء ما تتخضوش هو إيه اللي جابك. لا ديكو عارفين هتلاقوه فوق. يعني قصدي في الآخر بالشصر ما هو برضو وصل له كلمة دانيال. أحشويروش وصل له ربنا كلمة
مش دول اسكندر، الاسكندر تعرفين الآية هوذا ملكك يأتي إليك وديع عاد المنصور، المعنى القريب ده بيتكلم على دخول الاسكندر لأورشليم. طبعا هو ما دخلش راكب على حمار معه اوكي، لكن الوداعة اللي داخل بيها الاسكندر ده كان بيكتسح بلدان، داخل على اورشليم فبص شاف رؤيا رئيس الكهنه طالع له فترعب، فرد له سفر دانيال ما النبي بتاعنا اتكلم عنك، كان متعاطف جدا معه وما خربش مدينه اورشليم. فده كان المعنى القريب بتاع الايه، فوصل له ربنا الكلمه. فلم يتجاهل الله الامم، سماح ربنا بالترجمه السبعينيه وانها تنتشر وسط كل الامم، ده من 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 اعتناء الله بالامم. وصايا ربنا بخصوص الغرباء اديني قريت لكم، يقول له اذا نزل عندك غريب في ارضك لا تظلموه. بصوا بصوا شريعه ربنا حبايبي، مش انا واخويا نعمل ايه، هذه شريعه الله، الغريب ما تظلمهوش. الى ان جاء ملء الزمان، احنا هنختلف بس عايز يختلف يختلف، هنختلف عن الشائع. ربنا يسوع نزل الجحيم يعمل ايه؟ ونزل عمل حاجتين، كرز وبشر، وعلمنا القديس بطرس الرساله الثانيه، نزل فكرز للأرواح التي كانت في السجن، ودول الأباء قالوا كده، نحن أستاذ حلمي ممكن يعلق، لازم الأباء قالوا إن هو نزل الجحيم، كرس في الجحيم حبايبي. بعد كده الرسل عملوا إيه؟ حملوا الكرازة للعالم كله، الله لم يتجاهل الأمة. طيب أختم بقى بالحتة دي عشان أبقى وقفت عند نقطة. طب هو إذن لم يتجاهل الأمة، طيب إن كان يبقى لا عنصري كان يتعامل مع شعب بس، لا هو يتعامل مع كل دين زي ما احنا شايفين. طيب هل لما كان بيعامل إسرائيل بيعاملهم بقانون مخالف للي بيعامل بيه الأمم؟ لا، عامل الاثنين على ذات المستوى. هنختم بالحتة دي معلش. أولا في الاختيار، أدينا فهمنا خطة ربنا، ربنا عايز شعب يأتي منه الخلاص فيختار أي شعب، كان ممكن يختار المصريين، كان ممكن يختار الأراميين، يختار البابليين، يختار حد من سكان كنعان، كان ممكن يختار أي حد، أو اختار إسرائيل. بس لما تيجي تبص بقى لاختياره لإسرائيل، بص يقول لهم إيه، تثنية 7 لا 6 و7، ليس لكونكم أكثر من سائر الشعوب بل لأنكم أقل، عشان كده اخترتكم. يبقى هو كان لازم هيختار شعب، بدينا شفنا التعامل مع الكل ما نفعتش الحكايه، فكان المشروع ان نختار شعب، فكان لازم شعب، اختار اسرائيل. طب اشمعنى اسرائيل؟ اقل الشعوب. وفعلا لما تدرس يعني الحضارات القديمه، شعب بلا حضاره بلا تاريخ، يعني هم بدوا ابونا ابراهيم وبعد كده كشعب في مصر، دي كانت الاهرامات بتاعت مصر كانت مبنيه، كانت مصر فيها حضاره قبل ما هم ييجوا. ايه حضارة اسرائيل؟ ولا حاجة، شوية رعاة غنم. البابليين عندهم حضارة، سور، الفينيقيين عندهم حضارة، مصر عندها حضارة. لا اختار شعب لا له حضارة ولا له تاريخ. فدي نمرة واحد، لما اختار الدون، اختار الاقل. نمرة اتنين، لما سكنهم في ارض كنعان يقول لك ما دي عنصرية، لا ده عمل ده مع شعوب، يكفي بس عموس 9، ألم أصعد إسرائيل من أرض مصر. طب ما احنا دي عارفينه، ما ده إسرائيل دو بتوعك انت بتحبله، لا 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 كمل، والفلسطينيين من كفتور، كفتور دي جزيرة في البحر، ده المسكن الأصلي، أصل الفلسطينيين، طلعهم سكنهم في الخمس مدن الساحلية، يعني طرد شعوب وسكن دور. والآراميين من قير، أرام دي اللي هي سوريا، مسكنهم الأصلي قير. فاللي عمله ربنا مع إسرائيل مش لا، ما عمل مع الأمم كده،
تمام وبني عمون وبني مؤاب وبني عيسو، اداهم حتة ارض وقال لاسرائيل ما تحاربهمش. ليه؟ انا اديتهم الارض دي. طب اشمعنا بقى احنا جايين على اسرائيل ونقول ان ربنا حابل اسرائيل لما عمل الموضوع ده مع الايه؟ شعوب كتير. طب اخيرا في التأديب، الامم لما كانوا بيغلطوا كان ربنا يعاقبهم. طب اسرائيل لما غلط ايه؟ اقرا سفر القضاء الاصحاح الاولاني. سبع شعوب زلوا اسرائيل بعد فتره يشوع، كانوا يغلطوا كان ربنا يخلي الامم يزلوهم، عيش 18 سنه 20 40، فزي ما كان بيعاقب الامم كان بيعاقب اسرائيل. لما سمح بسبي اشور وسبي بابل هو كان حذره، قال لهم الارض اللي انتوا هتاخدوها ديت ارض لفظت سكانها بسبب الشرور اللي فيها، الارض رفضته. لو انتوا عملتوا نفس الشرور الارض حتى ايه؟ ده سفر التثنيه. وفعلا لما عملوا نفس الشرور ايام ارميه الارض رفضته وراحت مطراهم في بابل. فين المحاباه؟ فين العنصريه؟ طب انا هقف في الحته ديت عشان بس من يبقى احنا شفنا في دروس ساميه في العهد القديم لا يمكن تجاهلها، بل من اروع الامثله اللي احنا ممكن نجدها في الكتاب المقدس، زي ما قلنا موضوع العفه موضوع الطهاره موضوع التسامح. داوود يا خراشي داوود وشاول ايه دي قصه؟ القصه فين دي؟ ها في 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 عفو عن عدو ومحبه للعدو اسمى من كده ما موجوده في العهد القديم في دروس ساميه. نمرة 2، إن كان بيقولوا العهد القديم في غضب والعهد الجديد في رحمة، فإحنا شفنا في العهد القديم رحمة وشفنا في العهد الجديد غضب، لأن هو الله الواحد. آخر حاجة وقفنا عندها، هل الله عنصري؟ قلنا لا، العنصري لو كان يتعامل مع شعب واحد بس وتجاهل بقية الشعوب، لا هو لم يتجاهل الأمم. طيب هل عنصري كان بيحابل إسرائيل على حساب الأمم؟ لا، نفس الكيل اللي كان بيكيل بيه للأمم كان بيه لإسرائيل لما أخطأ. هنقف هنا فضل 3-4 نقط.